السلام عليكم أغلى متتبعين، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معاكم أحلى سمك معمر في الفرن، كيجي لذيذ بزاف ورائع. سواء الضيافة بغيتوها كترحبوا بشي ضيوف عزاز، كيجي اللي هو طبق مميز مهمي في الصراحة. بقوا معايا وتبعوا الفيديو حتى الآخر، ومشاهدة طيبة. ما تنساوش ليا لايكات ديالكم باش تشجعوني، واللي مازال ما اشترك في القناة كما دائما كنقول لكم مرحبا بالجميع. بالنسبة للمكونات عندي هنايا واحد الكمية من الكالامار، عندي القزبر والمعدنوس اللي مقطعين على هذا الشكل هكا رقيق، كذلك كمية من الكروفيت، عندي الزيتون والكورنيشو مقطعين رقيق، شامبينيو، عصير ديال الليمونة حامضة تكون كبيرة كناخدو باش كيجينا محمض، كتجينا داك شرمولة لذيذة. توابل عندي معلقة كبيرة ديال التحميرة، كمية من الهريسة، قليل من السودانية، جوج معالق كبار ديال الثومة محكوكة، معلقة كبيرة ديال الخرقوم البلدي، كامون تاهو معلقة كبيرة، وشوية ديال الإبزار، ورقة ديال سيدنا موسى، وبطل ديال هاد الفيديو اللي هو السمك. وكذلك عندي الشعرية الصينية، وندوزو دابا على بركة الله باش نحضرو هاد الشرمولة هادي. كناخد بول اللي كنحضر فيه شرمولة، كندير التوابل كاملين، كنزيد عليهم الزيتون والكورنيشو والقزبر والمعدنوس، والعصير ديال الليمون الحامض، وكندير واحد الكميه ديال الملح. هنا ممكن انكم تزيدوا التوابل ديال السمك الا كنتم متوفرين عليهم، كتزيدوا منهم واحد المعلقه صغيره. غادي نطلق هاد الشرموله هذه غير بزيت الزيتون، ما نديروش الماء، لان كما كنعرفوا السمك كيطلق الماء ديالو ملي كيدخل الفران. كنحاولوا نطلقوا هاد الشرموله غير بزيت الزيتون. كنتحصل على الشرموله لذيذه الصراحه، غير جربوها وغادي تعجبكم بزاف. من الاحسن السمك من تاخذوه قولوا للبائع اللي تشريوه من عنده يحلوا لكم من جهه ديال الظهر، باش كيهز لكم الحشوه، يعني كيهز كميه كبيره من الحشو، احسن من اللي كنحلوه من البطن ديالو. هنا كنشرم الحوت ديالي مزيان، كناخذ غير نص ديال هاد الشرموله هذه اللي غنشرمل بيه، ونص الاخر غادي نزيدو معاه الحشوه. هنا زدت شويه ديال الزعتره، هنا ديروا الاعشاب المنسمه اللي كتعجبكم، تقدروا تزيدوا شويه ديال اليزير حتى هو تقطعوه رقيق وتزيدوه، ممكن هنايا كيبقى لكم الاختيار. ممكن كذلك ديروا شويه ديال الزعتر، صافي. هذه الكميه اللي كتبقى ديال الشرموله غادي نزيد فيها الشعريه الصينيه،
والكالامار. بالنسبة للكالامار سلقوه غير شوية في شوية ديال الملحة وقطعوه رقيق، ودرت هنايا الشامبينيو وهذيك الكمية ديال الكروفيت. الحشوة كتجي رائعة. كنزيد شوية ديال الملح باش ما كتجينا شوية مسوسة، تجي بنينة. نقدروا نذوقوا هنا في هذه المرحلة هذه. كنعمرهم على هذا الشكل هذا. كناخذ الصفيحه اللي كتدخل الفران، كندير ليها شويه ديال زيت الزيتون، وكندير دوائر ديال مطيشه باش ما كيجيناش الحوت ناشف. مطيشه كتلقى واحد الصلصه رائعه. في هذه الاثناء كنسخن الفران على درجه الحراره ماكسيموم. غادي نغطيه من بعد بورق الزبده، كما كنعرفوا حنايا بان بابي الومنيوم ماشي صحي، كنديروا ليه ورق الزبده، يعني كتكون هي كطبقه عازله وعاد كنديروا بابي الومنيوم. وغادي ندخلوا الفران تقريبا مده ديال ساعه. مني كنحلوا على يعني على الحوته، والحوتات كنلقاوهم طابو، كنعريو عليهم، كنحيدو داك الورق، كنخليوه باش كيتحمر كياخذ واحد اللون زوين. كذلك كنزيد وريقات ديال سيدنا موسى. يكون هذا هو الشكل ديال السمك ديالنا، كيجي في الصراحه لذيذ بزاف، وجربوه وغادي ان شاء الله يعجبكم، خصوصا الا قدمتوه في شي عراضه. وصلنا النهاية ديال الفيديو، تنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. خليو ليا في التعليقات كيفاش جاكم هذا السمك، وحتى نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه اخرى.